العمل الإسلامي الصادق. إن العلماء يؤمنون بأن العمل الإسلامي الصادق لا يتحقق إلا عندما يكون خالصاً لله، لا حينما يخدم المصالح الشخصية أو يهدف إلى بناء العامل نفسه. والله سبحانه يثمن العمل الذي يلفه الإنكار والكتمان ويضاعف عليه الثواب، فيما عدا مواد سنة لإعلاء الشعائر وإقامة الشكليات، كما ينص القرآن الكريم عليه بقوله: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. بينما يبخس بل يحبط العمل الذي يجسده التظاهر والرياء أو يخامره حب الظهور وعبادة الناس والذات.